ويوجد أيضا بالكنيسة المعمودية الأثرية موجودة، وجدنا عمدان أثرية موجودة وقواعد العمدان موجودة، وفي سرداب كان بيوصل للكنائس، ده طبعا من أيام القرون الأولى، على أيام القرون الأولى كان بيوصل للكنائس السبع اللي أنا ذكرتهم قبل كده. وفي ظواهر روحية حدثت في الكنيسة هنا، في ثلاث ظواهر: ظاهرة نطح الزيت من الأيقونة المقدسة في الهيكل الإبلي، وفي الظاهرة الثانية ظاهرة ظهور الست العذراء، والظاهرة الثالثة ظاهرة تقديس القرابين من الآباء السواح القديسين. وما زالت الأربانة من سنة 99 ما زالت موجودة لحد وقتنا الحالي. والكنيسة زاخرة بعدد كبير من الأيقونات الأثرية التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والرابع الميلادي، وقد خضعت تلك الأيقونات للتجديد من خبراء ترميم الأثار في الفترة الأخيرة حتى لا يفقدها الزمان أصالتها. فنجد أيقونة للقديسة العذراء مريم قد رسمت عام 1156 للشهداء، أيقونة للصلب، أيقونة لدفن السيد المسيح له المجد، أيقونة القيامة، أيقونة البشارة بميلاد رب المجد، أيقونة الملاك ميخائيل رئيس جند الرب، وأيقونة أثرية للشهيد ماري مينا العجيبي. كنيسة القديسة العذراء مريم بابيار غنية بالعديد من المخطوطات الأثرية، فنجد بها القطمارس الدوار للقراءات اليومية وهو باللغة العربية والقبطية، الإبصالمودية المقدسة أيضاً، الكنيسة بها الميامر المختلفة وتفاسير لبعض أسفار الكتاب المقدس وكتاب الخدمات الطقسية. قوة عجيبة، شفاعة قوية، وصلوات حارة ترتفع في تلك البقعة المقدسة كل يوم جديد.